في أول جولة سياسية لها في قرية داوايم منذ إنهاء المقاطعة للنظام السياسي العام الماضي والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، دعت زعيمة المعارضة في ميانمار أونغ سان سوكي إلى تغيير الدستور الذي صاغه الجيش في بلادها. وتقول زعيمة المعارضة إن بعض القوانين تمثل عائقا أمام الحرية حتى تكون البلاد كما نريدها ويكون هناك حكم رشيد للشعب. سنلغي العناصر غير الضرورية، بعدها يستطيع الناس أن يعيشوا بسلام ويعملوا معا من أجل تطورهم. ودعت سوكي إلى التصويت لصالح حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وهي التي قضت 15 عاما تحت الإقامة الجبرية، وفي حال فوزها في الانتخابات التشريعية ستكون لها صلاحيات محدودة لأن الجيش يهيمن على الحياة السياسية، لكن فوزها سيكون له بعد رمزي كبير.